تقدمنا بشكوى رسمية تتعلق بالخروقات أو العراقيل التي نواجهها على المستوى المحلي خاصة مع البلديات. أول إشكال اشتراط الحضور الشخصي للمرشح، وهذا يعني يكاد يكون مستحيلا بالنسبة للبلديات المترامية الأطراف، خاصة ما بين القرية والبلدية أحيانا 30 كيلومتر 20 كيلومتر 50 كيلومتر أو أكثر. الجانب الثاني هو أنه لاحظنا أنه في تعيينات المتعلقة بالسلطة المحلية لتنظيم الانتخابات تمت بأساليب لا تعكس النية الصادقة في أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة.